المدخل بتاعنا بتاع البيت. من ورا. شايف الشقة الموجودة اللي هناك دي؟ أيوه فوق؟ يعني جايبينها وفي انفجار قد إيه أنت شايف؟ غير كلام يعني برضه بص احنا غزو عندنا يا ريس. هو غصب عنه، فطور روحك، أنت ليك شغلك وعايز تعمل شغل وكل حاجة، لأن أنا غصب عنه، بس ماشي الموضوع في شدة. لا والله أبدا، والله يا والله عايز إيه الواحد؟ الزلاية خلاص بقى، شوف الزلاية بروح دي ولا مشكلة. الله.